عاطفته الوطنية. تأثر بفكر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، لكن تأثره الأكبر كان برشيد رضا الذي يمثل مدرسة المجددين المحافظين، وأصبح رافضا لكل ما له علاقة بالحضارة الغربية. في عام 1923 سافر إلى القاهرة حيث أتم دراسته في دار العلوم وعمره 21 عاما، وكان ترتيبه الأول على دفعته كما اعتاد دائما. عين مدرسا في مدرسة الإسماعيلية الابتدائية، فسافر إلى هناك عام 27 حاملا معه حصاد الأحداث التي عاشها طفلا وشابا، فاستقرت في عقله وشكلت تفكيره. كانت الإسماعيلية مدينة فرنسية على أرض مصرية يسكنها الأجانب وتحميها قوات الجيش البريطاني، فتركت تلك المرحلة أثرها السياسي في حسن البنا وعمقت فيه مشاعر الكراهية للنفوذ الأجنبي. الفيلم ده كان بداية التعارف ما بين تامر محسن ووحيد حامد في الوقت اللي كان فيه وحيد حامد بيكتب مسلسل للجماعة، واللي تامر محسن اشتغل فيه كمخرج للوحدة الثانية مع المخرج الرئيسي للمسلسل محمد ياسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجماعة ناوي على العنف، المطلوب مننا منع العنف مش أكتر. عشان الموتورين بتوع أمن الدولة لما يلاقوا ستات يخافوا يهجموا على الوزارة. طلبة دايما ضحايا سواء كانوا جماعات أو إخوان. ما كنتش عارفه يعني بالظبط المفروض اقول لحضرتك اني طالبه ولا خدامه. غطي وش ابني اتخطف مني. الاخوان زيهم زي اي حزب، مفيش فرق بينهم وبين اي حد تاني، من حزب الوطن لحزب الام. مصر عمرها ما عدى عليها اسبوع على بعضه من غير مشاكل. بلدنا الايام دي مليانه فيران، ولما الفيران تكتر في بلد اعرفي ان الطاعون بيدق على بابها. السياسة تفسد الدين والدين يفسد السياسة. اقتناع وحيد حامد بالمخرج تامر محسن اتأكد لما أخرج تامر محسن أول مسلسل لي بدون ذكر أسماء من تأليف وإنتاج وحيد حامد. بنت مبسوطة؟ أنت يا بنت؟ تعال. الله يقرفك. عايزة فرخ. عاوز ايه منك بشكلك المعفن دوت ولا ريحتك اللي قلب الشارع؟ تصدق ان انت ناقص رباية وليك كبيرة ترد عليها؟ اتلمي يا بنت بدل ما ايه؟ بقولك يا بنت الشغل عامل ايه؟ زي وشك النحس. يبقى المنطقة دي مش بتاعتنا الليلة واحنا لازم نرزق. بقولكوا ايه؟ ما تيجي نروح البر التاني. البر التاني ده يبقى الجيزة يا فرخ. ما كلها ارض الله. بلاش يا راجب، انت عارف بتوع الجيزة لو حد غريب خش عليهم بيقطعوه. بلاش، الست أصيلة مش عايزة تعدي حد. البنت بتتكلم مظبوط يا كابتن رجب. يا جدعان في ايه لما الرئيسة تاخد منطقة جديدة وتوسع في مناطقها؟ انا ما توسعت بس بروحش للتهلوكة. تهلوكة ايه يا ابو رجل ونص؟ ما انت قاعد طول اليوم في المرسيدس وزي الفل. بقولك ايه يا بنت، هتيجي معايا البر التاني ولا لا؟ لا عجل لوحدك، انا ناقصه مطوه تشق لي وشي. وشك ايه يا موشي؟ انت فاكره وشك ده وش سعاد حسني ولا لجلاء فتحي؟ اسم الله على وشك انت. روحي يا اختي خليكي تحت رجل النعجه ترقعي في صوابعها اللي قد دماغك. ودلوقتي بيتعرض اول فيلم سينمائي لتامر محسن القط والفار، واللي من تاليف وحيد حامد، وبكده تكون البدايه دايما كانت مع وحيد حامد. وعشان كده كان لازم نسال تامر محسن عن العلاقه دي وبيشوفها ازاي. يعني حكايتي مع استاذ وحيد حامد بقالها دلوقتي 15 سنه من وقت ما كنت بدرس في معهد السينما، والحقيقه هو متوسم فيا ان انا مخرج جيد، وطول الوقت يعني طول الوقت بيضع ثقته فيا. حصل في بدون ذكر اسماء لما كنت بعمل اول دراما تلفزيونيه ليا، هو يعني طلب مني ان انا اخرجها، ودي تاني مره لما كلمني وقال لي في فيلم سينما وانا عايزك انت اللي تخرجه، فده تاني تعاون. طبعا ده شرف كبير ليا، يعني انا حتى مش عارف اسمي نوع الفيلم، وليكن نقول مثلا ان هو لايت كوميدي زي ما حضرتك قلت، هو محاوله لعمل اجواء وتجربه سينمائيه مختلفه ومدهشه بكل اعتبارات، يعني على مستوى الكتابه نفسها، على مستوى الممثلين، دور استاذ محمود حميده، دور محمد فراج، الاساتذه كلهم مشاركين، شكل الصوره، شكل الحكي، محاوله لعمل شيء مدهش اتخيل الناس هتحبه لانه هو مختلف ومدهش. يعني احنا عندنا قط وفار
طبعا لو جمعنا قط وفار في مكان فلازم نتخيل انه هيحصل مصيبه، فاحنا عندنا قط وفار اجتمعوا فبالتالي عندنا مصيبه. طبعا في مجموعه من الرسائل بس انا افضل ان انا اسميها هي تاثير بنحاول نعمله في وجدان المتلقي. المتلقي بيفكر في يعني في التاثير ده هو وبيوصل للنتيجه اللي هو عايزها. فجايز انا عندي اسئله اكتر ما هي رسائل، فالاسئله في مفهوم القوه، يعني ايه قوه، مين الشخص القوي وايه اللي بيديله القوه دي. تامر محسن بيدخل عالم السينما من بوابة وحيد حامد، أكيد بنتمنى له التوفيق وطبعا نجاح الفيلم. وطبعا الأستاذ وحيد حامد أكيد بنستنى منه إبداعات أكتر وأفلام أكتر. بالظبط كده أميرة، وصحيح كمان لازم تشوف فيلم لأن في يعني أغنية بيقدمها فريق شارم موفرز أنا بحبهم جدا، أغنية جامدة أوي. وكمان ما تنسوش حكاية القط والفار اللي هتكون معانا بعد شوية. من كل يوم تشد اللايف ربك خلقنا بالكمال، مش مهم عنده لونك، المهم تكون في حياتك راس حربة وتدخل جول. القط جه هص القط نو، ما احنا اللي عملنا القط كلب قط وبقيه فوق الارض. دور ما اتخذ في العصرية من البلكونة مدلدل ديل وقعد يتاور يتمطع طرقع رجله ويلحس ايده والكاكل قاعد على جنب معدل. المرة دي مش مستخبي، انزل في الشارع اجري وطير، اخرج من جحر مش اسير. نجم لبناني ظهر واختفى مع انه اشتهر كتير قوي في مصر، استنونا في لقاء حصري معاه فقط من عربود.